سيدي يا رسول الله صلى الله عليك وعلى ابن عمك أمير المؤمنين وإمام المتقين، صلى الله عليك وعلى ابنتك الصديقة سيدة نساء العالمين، صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا أبا عبد الله الحسين، ما خاب من تمسك بكم وأمن من لجأ إليكم. يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. كل غدر وقول إفك وزوري هو فرع عن جحد نص الغدير. فتبصر تبصر هداك إلى الحق فليس الأعمى به كالبصير. يوم أوحى الإله يأمر طه وهو سار أن مر بترك المسير. أقم المرتضى إماما على الخلق ونورا يجلو دجدي جوري. فرقا آخذا بكف علي منبرا كان من حدوج وكوري. إن هذا إمامكم وولي الأمر بعدي ووارثي ووزيري. بايعوه وبعدها طلبوا البيعة منه لله ريب الدهور. أسرعوا يوم غاب أحمد للغدر وخافوا عواقب التأخير. لست تدري لم أحرق الباب بالنار، أرادوا إطفاء ذاك النور. لست تدري ما صدر فاطم المسمار وما حال ضلعها المكسور. ما سقوط الجنين، ما حمرة العين، وما بال قرطها المنثور. يوري
أسرى بمرأة من علي ذاك الأبي الغيور، لكنما الأمر لله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إنا لله وإنا إليه راجعون، وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون، والعاقبة للمتقين. عطروا مجالسكم بذكر محمد وآل محمد. أنا متعود على 3 صلوات، فإما أتعود على اللهم صل على محمد وآل محمد. أيام الفاطمية الثالثة بناء على رواية 95 يوما، أنها بقيت سلام الله عليها بعد وفاة أبيها رسول الله صلى الله عليه وآله. حديثنا في هذه الليلة يتناول الحدث الأكبر الذي حدث بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وآله، وهو تهجم البعض على بيت الزهراء صلوات الله وسلامه عليها، وارتكاب الظلامات في حقها وشأنها. نحن عندما نبحث هذه القضايا لسنا في صدد إثارة العواطف والمشاعر ضد فئة من المسلمين، وإنما هي حقائق التاريخ، وحقائق التاريخ تدرس وينظر إليها لكي لا يقع المتأخرون في أخطاء المتقدمين. البعض أحيانا قد يقول: لماذا تنشغلون بالماضي؟ الماضي مضى، تلك أمة قد خلت، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت، انشغلوا بالحاضر ومشاكله، انشغلوا بالتنمية والتقدم وما شابه ذلك، لماذا تعيشون الفترة الماضية؟ جواب هؤلاء هو في القرآن الكريم. القرآن الكريم في قسم القصص منه، لأن في القرآن قالوا أقسام، منها أحكام، منها أخلاق، منها عقائد، ومنها قصص الأقوام والمجتمعات السابقة مع أنبيائهم، فعلى الأقل ربع القرآن الكريم هو في هذا السبيل. أي سورة تفتحها من السور الطوال تتعرض إلى مجتمع بني إسرائيل، وما الذي حصل منهم، وكيف تعاملوا مع نبيهم، فبما نقضهم ميثاقهم جعلنا قلوبهم قاسية، إلى آخر هذه الآيات. طيب، يسأل الإنسان: وما شأني أنا المسلم، وما ربطي أنا المسلم، وأنا أعيش في القرن 21 بأمة أخرى لا ترتبط بي لا ديانة ولا لغة ولا ثقافة ولا تعيش في زماني؟ ليش لازم أقرأ هذه الآيات وأكررها ومو يوم ولا يومين؟ طيب، لماذا القرآن الكريم تحدث عن قضايا بني إسرائيل بهذا التفصيل الكبير؟ أيضا كان يمكن
القائل أن يقول لماذا لا تترك هذه القضايا الماضية وينشغل المسلمون بحاضرهم؟ شعليهم بقضية بني إسرائيل، ليش ما يشتركون فيهم لا معهم لا في ديانة ولا في لغة ولا في ثقافة ولا في موقع جغرافي؟ بس مع ذلك القرآن الكريم يكرر هذه القصة وهذه القضايا. والسبب أن ما يجري على المجتمعات والأمم من عوامل سقوط أو عوامل صعود هي واحدة، سواء قبل 3000 سنة أو قبل 1000 سنة أو بعد 100 سنة، ماكو فرق. تتغير الأسماء، تتغير الوسائل، لكن أصل عوامل السقوط كيف يسقط مجتمع هي واحدة. ولذلك جاءت الرسالات السماوية لكي تعالج عوامل السقوط هذه. ومثل ما القرآن الكريم أنت تقرأ فيه يقول لك ترى هذه عوامل السقوط والتراجع اللي صارت في بني إسرائيل من الممكن أن تحدث في مجتمعكم أيها المسلمون. الكلام هو نفس الكلام عندما نتحدث عما جرى في زمان رسول الله، بعد زمان رسول الله، أيام الدول المختلفة. إنما نريد أن نتبين عوامل السقوط، عوامل الصعود، أسباب الانحراف، كيف لا نقع فيها نحن في هذا الزمان لهذا السبب. فعندما نتحدث عن قضية الزهراء عليه السلام إنما نتحدث من هذه الجهة، وندين فعل الظالم وفعل الظلم بغض النظر عن اسمه. من كان هذا الإنسان؟ إذا كان ظالما، إذا كان متجنيا، إذا كان متعديا، يتبرأ الإنسان من هذا الظلم في أي وقت من الأوقات حصل وفي أي زمان حدث. قضية الهجوم على بيت الزهراء عليه السلام هي من أوضح مظاهر مخالفة العدالة التي حدثت في مجتمعنا المسلم. في هذا الأمر تارة يبحث الإنسان في تفاصيله، ما الذي حدث بالتحديد، وتارة يبحث في أصله. وهناك من يقول أساسا لا يمكن أن يكون هذا حدث بعد وفاة رسول الله، كيف يمكن؟ هناك جهة تنكر أساسا في المسلمين، تنكر أساسا أن يكون قد وقع شيء على بيت فاطمة الزهراء عليه السلام. يقدمون لك بعض المبررات في هذا، منها يقول لك أن موقع الصديقة الطاهرة فاطمة عليه السلام بين المسلمين عموما هو موقع عال متسام، كل المسلمين يعرفون فاطمة ويعرفون فضلها ويعرفون الأحاديث التي وردت في شأنها، كيف يمكن أن يهجم جماعة ويقتحمون هذا أي ويقتحموا هذا البيت وإلى غير ذلك؟ ما ممكن هذا. فإذا هذه الأخبار غير صحيحة. هذا فد توجيه يوجهه أصحاب هذه الفكرة. فكرة أخرى يضربون على وتر عقائدي، يقول لك علي بن أبي طالب بحسب هذه الأخبار كان موجودا في المنزل، فإما أن يكون عدم رده على الهاجمين جبنا منه، وإما أن يكون هذا ما حصل، واحد يهجم على بيته من قبل جماعة وهو الفارس المغوار الذي تعرفه الحروب، ومع ذلك يجلس لا يحرك ساكنا. إما هذا الخبر مو صحيح، وإما إذا صحيح فهذا علي بن أبي طالب ليس هو ذلك الرجل الشجاع، وكلا الأمرين
فيه محذور. نحن نجيب بشكل سريع عن كلا الأمرين إن شاء الله تعالى بعد الصلاة على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. بالنسبة إلى السؤال الأول أو التوجيه الأول، أنه لا يعقل أن يكون هناك هجوم على بيت الزهراء مع معرفة الناس بفضلها وشأنها ونسبها وموقعها من المسلمين، ما يمكن أن يصير هذا. جوابه أن الذين يطرحون هذا الكلام لا يعرفون بشكل واضح منطق الدولة. الدول إليها منطق خاص غير منطقك أنت الفرد الإنسان المؤمن. الدول تتعامل على أساس أن كيان الدولة هو المقدس الأكبر، وأي واحد صغير كبير فوق تحت يخالف هذا الكيان لابد من قمعه كائنا من كان، وهذا شفناه في التاريخ، تاريخ المسلمين وغيرهم. لما يجي يقول إلى ابنه لئن نازعتني لآخذن الذي فيه عيناك، ولما اشتهرت الكلمة الملك عقيم ما يعرف سالفة هذا ابن وذاك أب وهذا رحم وهذا فد يوم من الأيام خدمني، أبدا هذه الأمور لا يعرفها منطق الدولة. ومو فقط الدول السابقة، لا أساسا تركيبة الدول هي هكذا. يقول لك هذه الدولة بأي تعبير كانت تحقق مصالح الناس، أي واحد يخالف هذا الأمر يعني هو ضد مصالح الناس لا بد من قمعه. لهذا يقتل هذا المنطق بسهولة كافية، لأنه يعتبر أن هذا ضد المسلمين جميعا أو ضد المواطنين كلهم، يقتل يسجن يؤذي إلى غير ذلك. وهذا هذا سيرة وطريقة صارت عند أرباب الدول فيما حدث بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وآله. الأنصار القسم الأكبر مالهم كان يتبع سعد بن عبادة. سعد بن عبادة كان زعيم الأنصار، خالف في هذا الأمر. فلما تمت بيعة أحدهم للآخر ووقع سعد بن عبادة قال طؤوه بأرجلكم حتى يموت. يا بهذا زعيم الأنصار، هذا رجل من الكبار، هذا من أصحاب رسول الله الخلص، لا هذا منطق الدولة طؤوه بأرجلكم. أكثر من هذا، عندما أخذ أمير المؤمنين عليه السلام وسأشير إلى هذا فيما بعد، أخذ قالوا بايع، قال فإن لم أفعل شنو؟ قالوا له شنو؟ نقتلك هكذا. يابا هذا أمس هو ولي الأمر وصاحب بيعة الغدير وابن عم رسول الله ومن شاد الإسلام، لا منطق الدولة هو هذا، ما تبايع يعني أنت متمرد يعني يقتل، فإن لم أبايع قالوا نقتلك. بهكذا بالصراحة قال إذن تقتلون عبد الله وأخا رسوله، قالوا أما عبد الله فنعم وأما أخو رسوله فلا. زين حتى لو فرضنا عبد الله بس مو أخو رسوله، هل يبرر أن لا يبايع أن تقتله؟ منطق الدولة يقول نعم، الملك عقيم لا يعرف أن هذا صديقي صاحبي ابن عم رسول الله جاهد قاتل كذا، كل هذا يتراجع. منطق الدولة
يجيب لك أكبر مرجعية دينية ويؤذيه، قد يقتله، قد يهينه. يابا هذا مرجع إلى ملايين البشر، ما يفهم هذا الكلام. منطق الدولة لا يفهم هذا الكلام، وإنما يفهم أن شيء واحد مقدس وهو هذا الكيان. أي واحد حتى لو بالتصور الخاطئ، أي واحد حتى لو كان تصور القائمين على الدولة خاطئا، يقول لك هذا إذا يعادي هذا الكيان لابد أن يقتل، يسجن، يهجر، ما علينا إن شاء الله يكون رسول الله. طيب، وهذا فعلا صار. يعني رأينا أن أئمة أهل البيت عليهم السلام ماذا حدث فيهم؟ الغالب إن لم يكن الكل على رأي أنهم قتلوا بالسم، قطعا قسم منهم هذا حصل. ليش؟ يا بهذا حتى إذا مو إمام مفترض الطاعة، هذا من ذرية رسول الله، هذا عالم من العلماء الكبار، هذا نافع للأمة، هذا الكلام لا يفهم، ويفهم أن هذا مضاد لهذا الكيان، فإذا لا بد من إزالته. هنا نتجي قضية الزهراء. الزهراء أمام منطق الدولة امرأة كانت بنت رسول الله صلى الله عليه وآله، الآن بيتها جلس فيه جماعة منهم علي أمير المؤمنين وما يريدون يبايعون، هنا لابد من إجبارهم على ذلك، وإذا ما صار الإجبار يقتلون، ما فيها يعني كاف لام. بعض الذين بقوا لم يبايعوا مثل سعد بن عبادة، تم تتبعه إلى أن خرج من المدينة غاضبا، فلما وصل إلى منطقة بعيدة أرسل إليه من يقتله بالسهم، وأنشدوا على لسان الجن المساكين أنه نحن قتلنا سيد الخزرج سعد بن عبادة ورميناه بسهمين فلم نخطئ فؤاده. يا جن يا ما أدري كذا، قضية اغتيال، حتى أنه قتل، حتى أنه قيل أن مؤمن الطاق تندر بذلك. مؤمن الطاق أحد أصحاب الإمام الصادق عليه السلام، قالوا له يا مؤمن الطاق ابن النعمان، ليش علي بن أبي طالب ما طالب بحقه إلى الأخير وما رفض أن يبايع؟ قال خاف أن تقتله الجن كما قتلت سعد بن عباد، هاي الجن محضرة لأي واحد. طيب، فأولا أن هذا المبدأ، مبدأ منطق الدولة، لا يفهم ولا يعرف شيئا اسمه بنت رسول الله أو ابن عم رسول الله أو سيد الأنصار أو ما أدري فلان أو غير ذلك. يعرف أن من يوالي هذا الأمر يبقى، من لا يوالي يجب أن يتخذ تجاهه إجراء. وهذا تصورهم كان هكذا، أن بيت فاطمة عليه السلام صار موئل للمخالفين، فإذا لا مانع من اقتحامه. هذا بالنسبة إلى الأمر الأول. أضف إلى ذلك ما تواتر من الروايات التاريخية المختصرة والمفصلة من الفريقين التي تفيد حصول هذا الأمر، بعضها بشكل تفصيلي، بعضها بشكل إشارة، بعضها في سطر، بعضها في نصف صفحة، من مؤرخين ومحدثين من مدرسة الخلفاء ومن مدرسة أهل البيت. هذا بالنسبة إلى القسم الأول من الجواب. القسم الثاني اللي يطرحونه هؤلاء، ولا سيما من يعني يخالف مسلك أهل البيت، يقول لك أنتوا أمام واحد من أمرين: إما تعترفوا بأن علي بن أبي طالب كان جبانا لأنه ما رد الهجوم، أو أن هذا الخبر مو صحيح. والجواب على ذلك أنه لا، هم علي بن أبي طالب هو أشجع الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وآله،
وهو القائل: لو تظاهرت العرب علي لما وليت عنها. وأيضا حصل ذلك الهجوم وماكو بينهم تنافي ولا تخالف. كيف نجيب على ذلك؟ بجوابين: جواب نسميه نقضي وجواب نسميه حلي. الجواب النقضي نقول لهذا القائل: ابدأ من الله عز وجل. الله سبحانه وتعالى كم قتل من أنبيائه الكرام وأوليائه، كم تحت نظر عيني كانوا البصيرتين وإحاطة علمه، عشرات مئات آلاف من الأنبياء من المرسلين من الأوصياء من المؤمنين، بعضهم نشر بالمناشير، بعضهم قطع تقطيعا، بعضهم أحرق حرقا، بعضهم قتل صبرا. زين، وين الله سبحانه وتعالى هنا في هذا الباب؟ هل الله سبحانه وتعالى غير قادر على نصرهم وعلى حمايتهم؟ إذا تجيب نفس المعادلة، إما أن الله عاجز أو أن هذا لم يحصل. لا، الله قادر وهذا أيضا حصل. راح نجيب في الحل شنو معناه. رسول الله محمد شقد ألقي عليه من الأذى، لوثوا ظهره الكريم بسل البعير، رموا أمامه الأحجار في مناسبة ذكرى السيدة الصديقة فاطمة عليه السلام. ينقل هذا حتى في مصادر مدرسة الخلفاء أن رسول الله صلى الله عليه وآله كان يصلي تجاه الكعبة، فجاء عبد الله بن الزبعر السهمي بأمر من كبار قريش ورمى عليه الفرث وسل الناقة. سل الشيء يعني مثل الرحم اللي والأمعاء والحشوة الداخلية للبهيمة، ولا سيما في الناقة. النبي كان ساجدا، هذا إجا وخلاه فوق ظهره، طبعا إهانة هذه. يقول: فجاءت جويرية وهي ابنته فاطمة سلام الله عليها، فرفعت ذلك عنه ومسحت عنه ما كان من الأذى والقذى. فقام رسول الله ودعا على قريش: اللهم عليك بقريش، اللهم عليك بقريش، اللهم عليك بقريش. فتخوفوا أن يحل بهم عذاب سريع. رسول الله أوذي في نفسه، هجر من بلده، قتل أصحابه، يمر على آل ياسر وهم يذوقون أشد العذاب، نساء ورجال. وأبو جهل إجا آخر الأمر وطعن سمية أم ياسر في بطنها، وقيل أسفل من ذلك، فذهبت شهيدة. أقصى ما كان يستطيع أن يقوله النبي: صبرا آل ياسر، فإن موعدكم الجنة. زين، إما أن نقول هنا النبي كان غير شجاع، ما يقدر يشيل سيف وحاربهم وردهم، أو أن هذا لم يحصل. لا، هم هذا حصل، وهم النبي كان أشجع خلق الله عز وجل، ولكن قوته شجاعته قوة منضبطة بالحكمة وبالحكم الشرعي. وهذا الجواب الحلي، مو أنه علي بن أبي طالب ما دام شجاع بس شاهر سيفه يشوف بس واحد حتى يطير راسه، ليس هكذا، وإنما هذه قوة، هذه شجاعة مؤطرة بإطار الحكمة ومؤطرة بإطار الحكم الشرعي. رسول الله أقوى من علي وأشجع من علي وهو أستاذ علي، لكن متى حارب؟ عندما أذن له. قبل القوة موجودة، شجاعة موجودة، لما صار أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا ذاك الوقت بدأ القتال.
وإلا 13 سنة في مكة من حين أول البعثة إلى حين الهجرة لم يسل سيفا ولم يقاتل. ليش؟ مع قوته وشجاعته وإمكانياته، لكنه كان مضبوطا بالحكم الشرعي المنبعث عن الحكمة. أمير المؤمنين أيضا كذلك، أمير المؤمنين قوي شجاع، ولكن قوته وشجاعته منضبطة بالحكم الشرعي وبالحكمة في ذلك. وقد أوصي من رسول الله صلى الله عليه وآله ألا يسل سيفه، لأن ذلك سيجر إلى أن كيان الإسلام يكون في خطر. فليتحمل علي بن أبي طالب أن يؤخر عن الحكم، يتحمل علي بن أبي طالب أن يهدد. يعني تصور لو ما كان الوضع هكذا، واحد يجي يقول لعلي بن أبي طالب أنا أقتلك إن لم تبايع أقتلك، ما كان ماذا كان يصنع علي عليه السلام لولا مثل هذه الحكمة ولولا مثل هذا الحكم؟ قطعا كان بضربة واحدة يقده نصفين، لا سيما أن الذين أقبلوا على تهديده أناس لم يكونوا معروفين بالشجاعة والبسالة. وقد وقف علي عليه السلام في وجه مثل عمرو بن عبدوي وفي وجه مثل مرحب ومن الذين كانوا لا يقاس هؤلاء إليهم بشيء، لكن هنا قوة منضبطة. بل يقول بعض العلماء وهو كلام صحيح، أقوى موقف لعلي بن أبي طالب وأشجع موضع كان لعلي بن أبي طالب هو هذا الموضع، أن واحد يتقيد بالحكم الشرعي وبوصية رسول الله مع أن دماءه تفور وتغلي وعنده القدرة وعنده القوة، ومع ذلك لا يتحرك إلا على طبق الأحكام الشرعية وعلى طبق الوصية النبوية. هذا أقوى المواقف، هذا أعظم الشجاعة. أنا لاحظ الإنسان العادي أحيانا إذا شوية غضب يدفر إليك عشرات الأحكام، إذا استغضب تشوفه يميل عن العدل، لكن أن واحد يجي يسوي هذا المقدار بهذا الشكل ويوقف، تلك الوقفة التي يصعب علينا تخيلها. إحنا لما نسمع عنها حقيقة نتأذى ونحزن ونبكي، فكيف بمن يعاينها ويشاهدها؟ نقل في بعض المصادر أن علي عليه السلام بعدما آلت إليه الخلافة، يعني بعد حوالي 25 إلى 30 سنة، وقد كان جالسا مع أصحابه في رحبة مسجد الكوفة، فتجادل الأصحاب في أنه أي شيء أشد على الرجل، شنو أصعب شيء على الإنسان؟ أحدهم قال أصعب شيء على الإنسان أنه يربي شابا مؤمنا قويا يتكئ عليه يعتمد عليه، فإذا بلغ هذا المبلغ ذاك الوقت يقتل ظلما، هذا أشد شيء على الإنسان. وقال غيرهم غير ذلك، حتى إذا انتهوا من كلامهم سألوا عليا أمير المؤمنين عليه السلام: يا أبا الحسن، أي شيء أصعب على الرجل؟ فدمعت عيناه بأبي وأمي وقال: أصعب شيء على الرجل أن تضرب زوجته، أن تضرب زوجته أمام عينيه ثم لا يستطيع أن يدفع عنها، هذا أصعب شيء. على سيدي يا أمير المؤمنين، 25 سنة، 25 سنة وهو يعيش هذا الألم، يعيش هذا الحزن، تأتي هذه الصورة للصديقة الزهراء صلوات الله وسلامه عليها أمام عينيه وهي بين الحائط والباب تنادي إليك
إليك يا فضة خذيني وإلى صدرك فسنديني، فقد والله أسقط وجنيني. يا مصاحة يا فضة صدري انعى، صدري انعى يا أبو محسن سقاط يا معتبة الباب. اجا يا فضة ولقتها فوق لترايا يسيل من الصدار وضلوعها الدم، كأني بلسان حالها وهي تخاطبه كما يصور لنا شاعر أهل البيت، يقول له تلحظ بعينك ثبير الزلزل وذهب، وقبال عينك يعصرون بصاير الماء. متعجب العالم من أفعالك يا كرار، تجري وبيدك سيف لفقاير، وأنا انتخب فضة وجنيني خرب الأعتاب وفاطمة، ومن صريت خلف الباب من الضلع مكسور، ايدي على ضلعي حيدر والدم يفور، والجزل يا ابو حسين بالنيران مسعور، ناديتهم ردوا ولا ردوا لي جواب، والداخلين على البتولة بيتها والمسقطين لها أعز جنيني، نسألك اللهم وندعوك باسمك العظيم الأعظم الأعز الأجل الأكرم يا الله، اغفر لنا ذنوبنا كفر عنا سيئاتنا، آمنا في أوطاننا، لا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا، ولا تفرق بيننا وبين محمد وآله طرفة عين. فضل اللهم إخواني السامعين فردا فردا واقض حوائجهم، اشف اللهم مرضاهم لا سيما المرضى المنظورين ومن أوصانا بالدعاء، وتقبل اللهم عمل المؤسسين بأحسن القبول.